وشبكة شام في إدلب ينضم إلي من هناك عبر الهاتف. أهلا بك أخ زكوان، لو سمحت تعطينا فكرة عن ما يحصل في معرة النعمان وعن المجزرة، إن كانت ارتفعت حصيلتها أو أي تفاصيل أخرى. الطيران الحربي استهدف صباح هذا اليوم مدينة معبد النعمان، وسجل ما يقارب 4 غارات جوية بالطيران الحربي وغارتان بالطائرات المروحية. في كل غارة كان يلقي 6 صواريخ مزدوجة. هذه الغارات أدت إلى مجزرة في ساعات الصباح الباكرة في الحي الشمالي قرب مدرسة عبد القادر محلول. حتى الآن تم التعرف إلى 8 شهداء. نعم، هناك عائلات لا زالت تحت الأنقاض ويتم البحث عنهم. المدافع الفوزديكا ومدافع الميدان 280 لم تنقطع على مدار الدقيقة على معارة النعمان، أدت إلى استشهاد 4 أطفال في الحي الغربي. لتكون الحصيلة حتى الآن من الأسماء الموثقة لدينا 11 شهيدا، ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأنقاض. القصف أيضا لم يتركز. يا أخ زكوان لحظة لو سمحت، الحصيلة 11 قتيل، لأنه نحن الحصيلة اللي عندنا 19 حتى الآن التي تم التعرف إليهم. هناك ما يقارب 5 جثث لم يتم التعرف إليهم أبدا، هي موجودة. هناك جثة لطفل مقطوع الرأس أيضا لم يتم التعرف عليه حتى الآن. مع الأسف في كل مجزرة يرتكبها النظام في المدينة بالقصف بالطيران لا نستطيع التوثيق مباشرة. العوائل تكون مجتمعة مع بعضها في هذه المباني أو الملاجئ، حين تدكها أسلحة الجيش الأسدي يصعب علينا إيجاد الأشخاص الذين يقومون بالتعرف عليهم، ولا تصل الإحصائية والتوثيق الشهداء حتى اليوم الثاني أو الثالث. المجزرة التي حدثت سابقا وهم 30 شخصا لم يتم التوثيق لهذه المجزرة إلا بعد 4 أيام، ولكن لدينا الآن 6 أشلاء لم نعرف هويتهم، ولكن ما ثبت لدينا هم 11 شهيدا. أما القصف مستمر للطيران، نعم القصف مستمر بشكل سريع. إذا تريد زال توقف القصف عند مغيب الشمس عند انتهاء الطيران. الطيران بدأ من الساعة 8:30 صباحا وحتى مغيب الشمس عند الساعة 5 عند المغرب. القصف أيضا طاول معار شورين والدير الشرقي ومعار شمشة في ريف معارة النعمان الشرقي، أودى بحياة 3 في الريف الغربي المدفعية الفوزديكا والمدفع الميدان، أودى حتى الآن وردنا اسم شهيد في بلدة كفرومة وفي كفرنبي. شكرا جزيلا زكوان، انتهى وقتي، أنا بدي أعتذر منك، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا زكوان حديد مراسل شبكة شام في إدلب، كنت معي عبر سكايب من